صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة هي مجموعة من الصهاريج المائية العملاقة التي تقع في مدينة كريتر مديرية صيرة في عدن اليمن. تتكون الصهاريج من مجموعة من الخزانات التي تم بناؤها من الصخور البركانية، وتقع في واد يعرف بوادي الطويلة في امتداد خط مائل من الجهة الشمالية الغربية لمدينة كريتر. ترجع أصول صهاريج عدن إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد تم بناؤها لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للشرب والزراعة، ولعبت الصهاريج دوراً مهماً في توفير المياه للمدينة، حيث كانت المدينة تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار في الماضي. تتميز صهاريج عدن بهندستها المعمارية الرائعة، حيث تم بناؤها بطريقة فنية تسمح بتخزين المياه بشكل آمن ومنع تسربها. كما تتميز الصهاريج بقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية، حيث كانت تصمد أمام السيول والفيضانات. تساهم صهاريج عدن في تعزيز السياحة في مدينة عدن، حيث يجذبها العديد من السياح من داخل وخارج اليمن. كما تساهم الصهاريج في الحفاظ على التراث الثقافي لليمن، حيث تعتبر من أهم المعالم الأثرية في البلاد. عدن 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 فيها الهوى مولاً، لكل من أشتاكي وأحزان.